على ايران، ولكن في لغز طياره اتكلموا على 6 7 اسماء بالظبط، تم الاعلان تقريبا عن 6 اسماء في اسم مجهول الهويه. تماما. ايه حكايه الطياره ومين اللي كان على الطياره؟ الطياره دي كان عليها ال6 اسماء اللي احنا مشهورين اعلاميا. ابراهيم رئيسي، نعم، حسين عبد اللهيان، نعم، محافظ اذربيجان، قائد من قادات الحرس السوري، وبالاضافه لامام جمعه في تبريز. في اسم موجود ومختفي، يعني في عنصر كان عنصر امني الخاص بتامين ابراهيم رئيسي شخصيا ومن فيلق انصار المهدي، وده من ضمن الفيلق المهمه جدا داخل الحرس السوري. هذا العنصر لم يتم ذكره ولم ياتي على ذكره في اي مصدر اعلامي ايراني. وبالاضافه اللي احنا مش عارفين هل هو من ضمن ال7 جسامين او 6 جسامين اللي تم استخراجهم، وحتى ما قالوش هم كام جسمان اللي تم استخراجهم الى الان. قالوا اشلاء ومش عارفين نتعرف. بالظبط، مش عارفين نتعرف عليها وتفحمت اغلبها وهنتعرض على الطب الشرعي، ولا الاسم ده ما كانش موجود، ولا هو اختفى، ولا ايه وضعه الطبيعي اصلا كان ايه بالظبط. فاحنا الى الان عندنا مساحه عليها علامه استفهام في طائره الرئيس نفسها. يعني بالاضافه للمساحه الاهم بتاعت ان في طيارتين وصلوا وهو ما وصلش، في مساحه تانية اهم ان في عنصر داخل الطياره دي احنا ما نعرفش هو مين، مش معروف ايه مش معروف هو مين ومش معروف ايه حكايته. واذا كان ده المسؤول عن تامين رئيس الجمهوريه، فما المانع اللي احنا نقول اسمه، وما المانع ان احنا نظهره بشكل عام على الملأ؟ عايش او ميت، حقيقه او ميت. لكن معاهم في الطياره، قدامنا الطياره اهي بالظبط، دي هم رايحين اذربيجان وهم رايحين للمحافظه. بالظبط، فهم في اتجاههم دلوقتي للمحافظه اهو. وحتى الشخصيه دي احنا بنحاول نوصل مين اللي قصاده ده، احنا مش عارفين لغايه دلوقتي. هو ده الشخصيه اللي قاعد قدام الرئيس؟ احنا غالبا ده حد احنا ما نعرفوش، ما نعرفوش. فده احنا مش عارفين هل هو ده الشخصيه اللي احنا بندور عليها من ال7 اسماء المجهوله اللي هو ولا لا. هل هو ده؟ بالظبط، احنا ده مش من ضمن ال6 اسماء الموجودين. مش من ستة اسماء الموجودة. نعم. فبالتالي هل في عنصر، بس دول هم رايحين، ده هم رايحين يفتتحوا، لكن في العودة ما حدش عارف. في العودة ما فيش تصوير. في العودة ما عندناش أي تصوير. ما فيش أي فيديوهات. لكن ده من الحرس الثوري. ده من الحرس الثوري من أنصاب المهدي، وده الفيلق المسؤول عن تأمين مرشد الثورة الإيرانية وكمان تأمين رئيس الجمهورية. صحيح بعد كده انفصل تأمين مرشد الثورة الإيرانية عن تأمين رئيس الجمهورية، لكن ده من العناصر الأصيلة أو الفيلق الأصيلة من الحرس الثوري. يعني يبقى في لغز، في لغز تاني، عنصر موجود على الطيارة ما حدش عارف هل هو من ضمن الضحايا ولا نجا ولا ايه بالظبط وضعه. ده نقطة مش مفهومة، والإعلام الإيراني لم يتناولها بأي ذكر من اللي هو العنصر السابع. العنصر السابع.